السلام عليكم. اليوم جيتكم مقطع جديد. اليوم جايب لكم مقطع تحديات فورتنايت. قبل ما يبدا المقطع لا تنسون زر اللايك واشتركوا في القناه اذا كنتم مشتركين، واعتذر على القطعات المتفاوته هذه، اترك يوم زياده اترك يومين زياده بدون مقطع، لكن مثل ما تشوفون قاعد اغير غرفه واخيرا عدسه جديده، فاعطوني رايكم بالعدسه كيف، كويسه مو كويسه، ايش باقي؟ لا تنسون كود شوب الله يسعدكم بي اس ال ثلاث حروف، الله يسعدكم جميعا اللي تحطونه. فاذا تبغون تسعدوني حطوا كود شوب بي اس ال، وشكرا لكم جميعا. وادري ان شغلتكم لكن بيبدا السيزون الاغلب بيشتري باتل باز زي كذا. عموما خلونا نبدا في التحدي. بسم الله. اوكي الحين نبدا التحدي الاول اللي هو تتوقع مثل ما قلت لكم الشخصيات بنسخه فول جايز. هذا السكن سهل مره وما ادري ايش احب هذا السكن يعني، بس اوكي انا اقول رقم 13. طبعا بعطيكم مجال انكم تجاوبون معي فحاولوا يعني حاولوا. اوكي عرفت السكن. اوكي سكن رقم 7. انا بعطيك بحاول اني اجاوب على اخر الوقت ان شاء الله اني اقدر ان شاء الله. هذا السكن معروف جدا و اوكي عرفت سكن حلو. رقم 15. اقسم بالله تحديات هذه القناه مره رهيبه، مره 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 رهيبه. اوكي عرفته. اوكي اللي هو رقم 5. مثل ما قلت لكم تحديات افكار ما ادري شلون اجيبها، ما شاء الله رهيب 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 بشكل ما تصورونه. هذا سكن مره سهل اللي هو رقم 4. يا اخي شو الشكل كيوت كذا على فور جايز، والله شيء رهيب يعني حتى متقن الاشكال ما ادري شلون سواها. سينا 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 14. اوكي ما ادري جاوبت على الثانيه اللي طلع فيها سكن، ما ادري صح ولا غلط بس مشوا لي تكفون. طيب اوكي رقم 2. يعني ما ان ما غلطنا للحين ولا غلط، سبع خيارات عاد تسوي لايك. ها رقم 11. اوكي انا ما ادري جاوبت مبكر بس اوكي تحمست. لا تنسوا اللايك واشتراك، خلونا نوصل 100,000 اقرب وقت. تكفون تكفون. اوكي السكن رهيب وشكله رهيب بنسخه فول جايز اللي هو رقم 3. جدا جدا ضابطه طالع كيوت كذا. اوكي هذا اوكي عرفته اللي هو رقم 9. انا ما تاكدت منه لان ما في شعر هنا ما في. اوكي هذا 12. اوه والله جبت على اخر لحظه يا ساتر. والله انا كنت محتار بين شيئين، ما ادري ليش اخترت يعني 12 بس اوكي. 6 جاوبت باخر لحظه وانا اسولف ما ادري شلون. طيب يا ساتر 16. كنت بقول في البدايه رقم 3 لكن رقم 3 ما له دخل، ما حط ربطه ولا شيء. اوه هنا جايبين موزه وجايبين 1 و6 و11 و16، انا اقول رقم 1. جايبين اربع موزات لكن هذه الموزه الوحيده الكامله والباقيات كلها معد عليها يعني. اوكي هذا سكن نينجا واضح جدا 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 واضح. ف رقم 10 نسيت الرقم حتى. اقسم بالله ابغى تجيب العيد. طيب السكن اللي بعده اوكي واضح جدا الحمد لله انه ولا غلط. رقم 8. ولا غلط ولا غلط في الجزء الاول. طيب الحين نروح للجزء الثاني. الجزء الثاني يقول لك guess what dance is that music that sound، توقع الرقصه من الاغنيه. اوكي هذا جدا سهل اللي هو رقم 7. اوه لو تشوفون الاصوات هذه اللي تحت البار هذه هي اللي فيها العداد حق متى يخلص. رقم 6. ما اعرف الرقصة بس اخترتها لاني اعرف الرقصات الباقية الا هي، ما ادري شو اغنيتها. اربعة. يا ساتر حبيبي يا صد. والله في رقصات زي هذه، هذه ما ادري وش هي. اثنين. اوكي اول غلط اول غلط. خمسة كانت هذه كأنها رقم 2. والله صح علينا، عارف الصوت بس ما اعرف الرقصة بالضبط اقسم بالله. هذا واضح من الرقصة انها رقم 8 احس يعني من المشية تحس انها متناسقة يعني مع في كيمستري. اوكي عرفت الرقصة. الرقصة رقم 1. يب صح علينا حلو 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 حلو. يا ساتر
انا اقول رقم 8. والله ما اعرف ايش الرقصة، في رقصات كثير ما اعرفها، يا ساتر بغلط كثير هنا. رقم 3. صح علينا. والله العظيم ما اعرف الرقصة والله. ها اوه عرفتها حلو. رقم 8. رقم 8 الرقصة. يا ساتر والله التحدي ذا صعب، اقسم بالله انه اصعب من اللي قبله بكثير. شوفوا حاطين تايلر سكوت حاطين جنبه، يعني جربك يعني. لا انا بختار رقم 4. رقص تايلر سكوت بس انه حاطينه جنبه، يعني اختر تايلر سكوت اغلط. ها ما في تناسق ابدا الا في واحد. والله رقم 3 يا رب. والله اني بغيت اختار الجيتار اللي جنبه رقم 4 بس الحمد لله مشت. سبعة. أنا شو ما شفت الرقصة، عندي الرقصة دي. أتوقع إن عندي والله ما أدري. هذا أحس في تناسق بينها وبين رقم 6 أحس. مع إن سبعة مشابهة لها بس سبعة أغنية تعرفها. خلصنا التحدي الثاني، غلطنا مرة كثير. الحمد لله عليك حال يعني. مش هذا التحدي يقولك أتحداك تعرف سكن من عيونه. أحس إني بجيب العيد يعني من الرقصة ما عرفت، فما بالكم من العيون أو من الأغنية. أوه القطوة نفسها. أوكي أنا أقول دي. أنا جوت متأخر ولا إيش؟ ولا هو سريع مرة؟ أوكي في الشريط تحت. هذا سكن معروف أوكي اللي هو الهيكل العظمي، فأنا أقول جي. هذا الجواب هنا اسرع او الثواني اللي حاطها مره مره قليله. طيب انا احتار بين شيئين، اي ولا جاي، اي ولا جاي، اي ولا جاي، اي ولا جاي. يا رب يس. والله العظيم ماشي معنا صح. اوكي هذا سكن معروف حق الدبول الثاني، فانا اقول اي. حلو قبل شوي اي ولا جاي، الحين جاي بعدين اي. ايش فيه اللي بعدها؟ سي. يا رب يس 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 الحمد لله. هذا سكن مره سهل. اوه حتى موضح لك، حاط لك الاسنان يعني وضحت. حرف الاتش. والله العظيم تحدي يا اخي ممتع ممتع جدا. اي هذا شلون غلطت فيها هذه؟ انه شلون ما شفت اي اصلا؟ اوكي ذا كومان. اوكي سهل جدا اللي هو اتش، لان لون العيون نفس لون السكن نفسه اللي هو ذهبي او عسلي تقريبا. الله يعين من هذا. هذا انا اقول اف. والله صح والله صح. في اشياء تبين لو تركز بس شوي، في اشياء مره ما تبين اتحداك تعرفها. اي 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 اوكي بغيت اجيب العيد يا اخي. صعب صعب. اوكي هذا واضح جدا واضح جدا من الشعر اللي نازل هذا اللي هو بي. جدا جدا واضح. هذا سكن عارفه اللي هو دي من النمش، لاني اذكر كان في نمش هنا شوي. فا ايزي اوكي. هذا شايب فملامحه واضحه انه شايب مره اللي هو جاي. هو الوحيد اللي كان وجهه فاضي والباقيات كانت اشكال ثانيه. اوكي هذا واضح جدا. السكن لونه ابيض ابيض مره، فانا اقول جي. صح علينا حلو. ماشيين صح في هذا التحدي. احس انه سهل بس في بعض الملامح صعب صعب جدا انك تجيبها. اوكي هذا سكن اي اللي ما لبس ولا شيء. السكن جنبه كان بي كان لابس شيء على راسه. طيب هذا سكن اسمر فانا اقول اف وما لبس شيء ولا حط كمامه زي اللي كان سي اتوقع. فامورنا طيبه. هذا وشو؟ جي. هذا سكن ذا سكن اللي قبل شوي ما اعرفه، ما ادري وشو. المقطع اليوم رهيب صراحه من ناحيه التحديات اللي فيه. تحدي فول جايز هذا شيء كان شيء رهيب، تغيير رهيب. فعموما بس هيك مقطع اليوم، ان شاء الله المقطع عجبكم يا ليت ما تنسون زر اللايك. والله يسعدكم كود شو بي اس ال. بدايه اصلا كل سيزون يشيلون الاكواد، فانت وهو يعني اذا في كودي ولا ما في يعني حطوا بي اس ال ثلاث حروف كذا. اول ما يبدا السيزون حط بي اس ال، اشترك باتل باس اذا تبغى تشتري. الله يسعدك لانك تنفعني جدا 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 تنفعني. فيعطيكم العافيه على المشاهده ونشوفكم على خير. سلام.